شكرا لانضمامك لنا اليوم. سيشمل هذا الفيديو موضوعين رئيسيين. الموضوع الأول معلومات تتعلق بانعدام الأمن الغذائي، والثاني كيفية استخدام موقع feedyou.org الإلكتروني. يقصد بانعدام الأمن الغذائي عدم حصول الأشخاص على كميات كافية من الطعام أو صعوبة حصولهم على الوجبات. قد يستمر انعدام الأمن الغذائي لفترة قصيرة أو قد يطول، وقد يتأثر بعدة عوامل تتضمن الدخل والتوظيف والعرق والإعاقة. يواجه الأشخاص في جميع المجتمعات مشكلة انعدام الأمن الغذائي بصرف النظر عن طبقتهم الاجتماعية. في الولايات المتحدة يواجه 44 مليون شخص مشكلة انعدام الأمن الغذائي. يحتمل أن تواجه أيضاً مشكلة انعدام الأمن الغذائي في مرحلة ما من حياتك. لمساعدة سكان ولاية يوتا على التغلب على مشكلة انعدام الأمن الغذائي، أطلقت الإدارة الصحية في مقاطعة سولت ليك موقعاً إلكترونياً يسمى feedyou.org. يساعد موقع feedyou.org الإلكتروني الأشخاص على العثور على موائد الطعام والأماكن المحلية التي تقدم وجبات جاهزة، بالإضافة إلى توفير روابط لبعض الموارد الأخرى المهمة. إذن لنريك كيفية استخدام موقع feedyou.org الإلكتروني. من متصفح الويب على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول اكتب feedyou.org في عنوان URL أو شريط البحث. في الصفحة الرئيسية ستجد 7 أزرار، لكل زر منها وظيفة مهمة. بداية من الأعلى يظهر الزر الأول عبارة Version in Spanish. يحمل الزر الثاني اسم Food Pantries أو موائد الطعام. سيساعدك النقر فوق هذا الزر على العثور على مائدة الطعام الأقرب لمنزلك أو عملك أو كنيستك. يمكنك البحث عن مائدة الطعام من خلال استخدام موقعك أو عنوانك الحالي. إذا بحثت باستخدام موقعك الحالي فسيكتشف الموقع الإلكتروني مكانك وسيعرض لك قائمة بموائد الطعام الأقرب لك. ستعرض موائد الطعام الأقرب لموقعك أولا. تشمل قائمة كل مائدة اسم المائدة وعنوانها والمسافة من موقعك الحالي ورقم هاتف والأشخاص الذين يمكنهم استخدام المائدة وما ينبغي عليك فعله وعدد ساعات عمل المائدة وما إذا كانت المائدة مفتوحة حالياً أم مغلقة. في أسفل قائمة كل مائدة الطعام توجد 3 أزرار صفراء تحمل اسم القيادة والنقل العام والمشي. انقر فوق وضع النقل المناسب لك أسفل المائدة التي تختارها، وسيظهر الموقع الإلكتروني خريطة جوجل وإرشادات تفصيلية عن كيفية الوصول إلى مائدة الطعام. نظراً إلى أن المعلومات قد تتغير باستمرار، نوصيك بالاتصال للتأكد من المعلومات الواردة قبل انتقالك إلى أي موائد طعام. من خلال الموقع الإلكتروني سترى أزراراً حمراء تحمل اسم مين منيو أو القائمة الرئيسية أو go back to the beginning أو الرجوع إلى البداية. إذا ضللت طريقك في الموقع الإلكتروني أو رغبت في الرجوع إلى القائمة الرئيسية في أي وقت، فاستخدم هذين الزرين للعودة إلى الصفحة الرئيسية. سيظهر لك الزر الثالث في القائمة الرئيسية الوجبات الجاهزة. سيساعدك النقر فوق هذا الزر
على العثور على أقرب موقع لمنزلك أو عملك أو كنيستك يوجد به وجبات مجهزة بالفعل للأفراد. كما هو الحال مع موائد الطعام، يمكنك البحث عن موقع من خلال استخدام موقعك أو عنوانك الحالي. إذا بحثت باستخدام موقعك الحالي، فسيكتشف الموقع الإلكتروني مكانك وسيعرض لك قائمة بأقرب المواقع لك. مرة أخرى، ستعرض المواقع الأقرب لك أولاً. تشمل كل قائمة اسم الموقع وعنوانه والمسافة من موقعك الحالي ورقم هاتف والأشخاص المستحقين وما ينبغي عليك فعله وعدد ساعات العمل وما إذا كان الموقع مفتوحاً حالياً أم مغلقاً. ضع في اعتبارك أن معظم المواقع تحدد الوجبات على فئات عمرية محددة أو السكان المعرضين للخطر، لذا من المهم التأكد من استيفائك للمتطلبات قبل أن تحضر للحصول على وجبة، وإلا فقد يتم استبعادك. في أسفل كل موقع للوجبات توجد 3 أزرار صفراء تتعلق بكيفية وصولك إلى الموقع. انقر فوق وضع القيادة أو النقل العام أو المشي أسفل الموقع الذي تختاره، وسيظهر الموقع الإلكتروني خريطة جوجل وإرشادات تفصيلية عن كيفية الوصول إلى موقع الوجبات. سيظهر لك الزر الرابع في القائمة الرئيسية الوجبات الجاهزة لكبار السن. سيساعد النقر فوق هذا الزر كبار السن على العثور على أقرب موقع لعملهم أو منزلهم أو كنيستهم يقدم وجبات مجهزة بالفعل. يمكن لكبار السن أو أولئك الذين يساعدون أحد أحبائهم البحث عن موقع معين باستخدام موقعهم أو عنوانهم الحالي. الزر الخامس في القائمة الرئيسية خاص بقسائم الطعام، برنامج المعونة الغذائية التكميلية والمعروف أيضا باسم سناب. سيساعدك النقر فوق هذا الزر على العثور على أقرب مكتب مزايا لمنزلك أو عملك أو كنيستك. يمكن للموظفين في مكتب المزايا المساعدة على تحديد استحقاقك للمعونة وتسجيلك في برامج الطعام ومساعدتك على الوصول إلى موارد الدعم الغذائي. يمكنك البحث عن مكتب مزايا من خلال استخدام موقعك أو عنوانك الحالي. ستعرض مكاتب المزايا الأقرب لك أولاً. يوفر كل موقع اسم المكتب وعنوانه والمسافة من موقعك الحالي ورقم هاتف والأشخاص المستحقين وما ينبغي عليك فعله وعدد ساعات عمل المكتب وما إذا كان مفتوحاً حالياً أم مغلقاً. الزر الأزرق الذي يحمل اسم قائمة أسواق المزارعين التي تقبل برنامج سناب هو الزر السادس في القائمة الرئيسية. ينقلك هذا الزر إلى موقع إلكتروني جديد يسمى يوتا ضد الجوع، يوتا أجينست هانجر. إذا مررت للأسفل حتى منتصف الصفحة سيظهر لك زر برتقالي يسمى سي ليست أوف ماركتس، الاطلاع على قائمة الأسواق. انقر فوق هذا الزر وستفتح علامة تبويب جديدة للموقع الإلكتروني تظهر قائمة بمواقع أسواق المزارعين في يوتا المشاركة في برنامج مضاعفة أموال الطعام. تتضمن هذه القائمة المقاطعة الموجودة بها سوق المزارعين واسم السوق وعنوانها وأيام وساعات عمل السوق. الزر الأزرق الذي يحمل اسم قائمة أسواق المزارعين التي تقبل برنامج سناب، برنامج مضاعفة أموال الطعام مخصص للأشخاص الذين يمتلكون بطاقة هورايزون التابعة لخدمة تحويل المزايا الإلكترونية من برنامج سناب للحصول على الطعام الصحي من إحدى أسواق المزارعين المشاركة في البرنامج. قبل الذهاب للتسوق يجب على الأشخاص زيارة كشك معلومات سوق المزارعين وإعلام العامل بمبلغ المال الذي يريدون إنفاقه.
سيمرر العامل بطاقة سناب إي بي تي هورايزن الخاصة به لسحب المبلغ المطلوب، وسيستلم حامل بطاقة هورايزن عملات خشبية تقدر قيمتها بضعف مبلغ المال. يمكن لحاملي بطاقة هورايزن استخدام هذه العملات لشراء الطعام من البائعين في السوق. يتاح لهم أيضاً استخدام برنامج مضاعفة أموال الطعام لشراء الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان والمربى والعديد من أنواع الطعام الصحي الأخرى. لا يمكنك استخدام برنامج مضاعفة أموال الطعام في شراء أشياء مثل الجعة أو التبغ أو طعام الحيوانات الأليفة أو الصابون أو الفيتامينات أو الأدوية. ستفرض عقوبات قانونية على أي شخص يتم ضبطه وهو يسيء استخدام مزايا بطاقة سناب إي بي تي هورايزن. يحمل الزر السابع والأخير الذي تراه في القائمة الرئيسية اسم 211، ينقلك هذا الزر إلى موقع إلكتروني منفصل يسمى Yuta211 في الصفحة الرئيسية بموقع Yuta211 الإلكتروني. يمكنك البحث عن الأشياء التي قد تحتاج إلى المساعدة فيها مثل النقل والصحة النفسية والتوظيف والعناية بالأسنان وما إلى ذلك. لمعرفة المزيد عن البرامج والخدمات المتوفرة في موقع Yuta211 الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل معهم مباشرة. تهانينا، لقد أصبحت الآن خبيرا في موقع feeduty.org الإلكتروني. أنت الآن تعلم ما هو انعدام الأمن الغذائي، ويمكنك التنقل في موقع feeduty.org الإلكتروني للعثور على الموارد المفيدة. دعنا نجري استعراضا سريعا. يقصد بانعدام الأمن الغذائي عدم حصول الأشخاص على كميات كافية من الطعام أو صعوبة حصولهم على الوجبات. يمكن أن يحدث هذا لأسباب متعددة، ويمكن أن يصيب الجميع بمن فيهم أنت. أطلقت الإدارة الصحية في مقاطعة سولت ليك وشركائها موقع feeduty.org الإلكتروني لمساعدة الأشخاص على العثور على موائد الطعام المحلية والأماكن التي تقدم وجبات جاهزة. توفر أيضا روابط للموارد المجتمعية المفيدة الأخرى. شكرا للمشاهدة.